السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها الناباج، يعني الناباج خصنا نتعرفوا عليه. يعني كاينين الناس الاصدقاء وبعض الاخوات كيقول لك اودي كاين داك الناباج كتلقاه كياخذوه يعني من الحوانت كيكون صغير و وزعما صراحه كيلقاوه ما هذيك كيلقاوه بحال الماء يعني مطلوق بزاف، واللي كيلقاوه مجموع كل وحده كيفاش يعني كتقول لك اودي راه كيفاش عامل الناباج. وهنايا الناباج الاحسن تبقى تاخذوا الكميه اللي كتخدموا، اللي كتخدموا مثلا كتخدموا في المحلبات ولا المحلات ولا ديالكم، قال الاخوات اللي كيتصلوا بيا اللي كيخدموا بهذا الشيء هذا، يعني بقى تاخذ يعني الكميه يعني بحال هكذا. يعني هاد لومبالاج هذا كياخذ 4 كيلو ونص، 4 كيلو و 300 غرام اللي كياخذ، ها هي يعني 4 كيلو و 300. وهنايا ان شاء الله ملي كتاخذوا مثلا بحال هاد العلبه مثلا كبيره هاد لومبالاج، وهنايا ملي كتاخذوه كيخصكم تدربوه مزيان، يعني كيخصنا نطلقوه. باش غنطلقوه مثلا بالفوي، غادي نجيبو الفوي بحال هكذا كندربوه مزيان، كنحيدو غير واحد الكميه يعني هنايا وغادي ندربوها مزيان. الا ما بغيتيش تدرب ليكم مزيان كتعملوه في واحد الباسين ديال الاينوكس، كتسخنوه واحد الشويه وكتحركوه كتخلطوه مزيان وهو كيتطلق. هنايا بحال دابا مثلا هذا كنت دربته شي شويه حتى ولا مطلق، هانتوما هذا راه مطلق دابا. وهنا بحال دابا هذا اللي كتلقاو مثلا مازال جديد، نجيبو واحد كيسميتو نفتحو هنا بحال هكذا، كنعملو بحال هكذا الطريقه، كنزولو هاد هاد القفل هذا اللي عنده هنا بحال هكذا، وكنفتحوه كنلقاو عنده بلاستيك من الفوق، يعني عاملين هاد البلاستيكه هادي باش ما يتزلع ولا شي حاجه. هنا كناخذو بحال هكذا كنزولوه بهذه الطريقه، هانتوما هانتوما نزولو هاد البلاستيك. وهنا كنجيبوه كنخلطوه مثلا، شوفوا كيف عامل يعني يعني مكبد. هانتوما هنا ملي كندربوه مثلا بواحد القوه وندربوه مزيان كيتطلق كيولي بحال الماء، هانتوما بحال دابا هذا ناباج. دابا هنايا كنبقى ندربوه بهذه الطريقه مزيان بحال هكذا، مثلا كنضيفو قليل هنايا بحال هكذا بحال هكذا، هنا بحال هكذا كنسدو نخليو هذا على جنب حتى نحتاجوه، ولكن هذه الكميه اللي عندنا هنا خصنا نضربوها مزيان. يا اما تعملوه كما قلت لكم شي باسين ديال الاينوكس تسخنوه مزيان، يعني كتسخنوه كتعملوه فيه وتسخنوه وكتبقى تحركه والنار تكون مهيله، كتحرك بحال هكذا بحال هكذا، شحال ما كتحرك وهو كيتطلق بحال هكذا. هانتوما هو مطلق، شتو هو ولا بحال الماء. يعني دابا هذا يمكن لينا نخلطو مزيان بحال هكذا، عادي يمكن لينا نعملو على لي فروي او ندهنو به شي حاجه باش ما يبقاش كيعطي كيلوح دوك كيبقى دوك الاطراف كتلوحوهم مثلا على الحلوه من الفوق ما كتلقى ما دابش، وتما يعني كتضيع راسك. يعني ملي كيكون ما مطلقش مزيان كتخرجوا يعني طراف كتلوحوا على برا، يعني بحال كي هذاك غير طرف واحد راه الا دربتيه مزيان يقدر يدهن لك كرواسه كامله، فهمتي المعنى بحال هكذا. وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الحلقه هذه. ودابا تعرفتوا على الناباج الكميه يعني كثيره،
وهنايا انا ما كنعملش الاشارات لهذا الشيء هذا كاع بصفه عامه، انا يعني بحال هكذا كنوريكم، انا كنوريكم واحد الحاجه اللي كنخدم بها، الحاجه اللي كطلع لي مزيان كنوريها لكم. هاد مول الاشاره دا يربح ولا ما يربحش هذاك شغله. المهم وهنايا كاين لاباج اللي كتلقاه يعني كاين اللي احسن من هذا، راه كاين لاباج احسن من هذا. المهم اللي هو يعني مناسب للعمل وكذا، يعني تقريبا لاباجات كلهم كيف كيف، ولكن كاين اللي كتلقاه احسن من الاخر. ان شاء الله مازال غادي نتعرفوا على هذه القضيه هذه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. وما تنساوش البارتاج مع الاصدقاء واللايك الفيديو. الى حلقه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.